معتصمين من كافة الاختصاصات مع تصميم من شهر 9/2019. طلعت قوائم 25 قائمة، 25 قائمة أسامينا ما بيها ألف بس طلعت من عندنا، والباقية ما أدري مين جابوها. وإحنا هنا هاي صار لنا هذا 10 أشهر على هاي الوضعية، بنات وولد ما حد طلع عنا، ما حد باوع بحالنا. رئيس الوزراء وينه؟ معقولة ما يدري بينا؟ معقولة ما يعرف بينا؟ وهذا الوباء ما يخافون؟ إحنا مو ولدهم ما يخافون علينا؟ والله العظيم كنا أصحاب عوائل، دنعوف أطفالنا بالبيت نودعهم ونجي، ما نعرف شو يصير ما يصير بينا. وهاي وضعيتنا، هاي بنات وشباب ولدهم وبناتهم هيجي قاعدين بالشارع، يرضوها؟ الله ما يرضاها. ذنبنا برقبة من؟ برقبة من ذنبنا؟ قابلنا أنواع النواب، كوما قابلنا نواب، ماكو أي رد منهم، كلها بس وعود كاذبة. لحد الآن ماكو، لحد الآن ماكو أي فعل منهم. إحنا مطلبنا واحد، إحنا بس 6 عيين، بس أسماءنا لن سرقت نريد يرجعونا إياها، هذا مطلبنا فقط. مو تعيين جايين إحنا دنقدي منهم، لا، أسماءنا سرقت رجعونا إياها، هذا حقنا إحنا ودنطالب به. باقين بنات وولد هنا بالشارع لحد ما يطلع لنا مصطفى الكاظمي، باقين هنا عسى ما نموت كلنا موت جماعي، نحرق روحنا هنا، هذا اللي يردوهم، احنا باقين هنا، باقين ما نرجع الى ان يحققون مطلبنا. مطلب واحد عندنا فقط لا غير، هو يرجعون لنا اسماءنا اللي انسرقت. احنا تعيين نريدها هي. احنا هذا الاعتصام من جميع محافظات العراق، كنا خريجين، بينا بكالوريوس، بينا ماجستير، بينا دكتوراه، احنا استبدلت اسمانا بزمن عادل عبد المهدي، خصص 5200 درجة وظيفية، احنا قدمنا اسمانا لرئاسة الوزراء، استبدلت اسمانا باسماء ابتدائية ومتوسطة، واحنا الخريجين عافونا من حاججة يقول لي انا اريد فلاح بوزارة الدفاع، شو اسوي بيه فلاح؟ زين بوزارة الدفاع انا اقعد اخرج ابتدائي على الحاسب، لو اقعد خريج اللي يعرف. زين احنا عندنا طاقة شبابية
تصنع دولة كاملة، تصنع دولة كاملة، صح لو لا؟ احنا صارنا هنا 8 ايام معتصمين ونايمين بالحر بالشمس، ما اكل ما ناكل، والله متنا تعبنا سلينا والله، قسم بالله خلي يسمعنا رئيس الوزراء، خلي يسمعنا كل المسؤولين، والله والله اذا ما لقونا حل احنا نموت هنا وموتتنا بسببكم. طيب قابلتوا جهات معنيه؟ قابلنا جهات، قابلنا رئيس لجنه الامن والدفاع، قال اكو 29 الف درجه وظيفيه من المفسوخه عقودهم جماعة الجنود، راح أخصص لكم، أنتم صحيح مظلومين، شكل لجنة تحقيقية، مكتب رئيس الوزراء ومكتب وبالأفراد مدير الأفراد سيد هادي شكل لجنة اتضح أنه الأمر إحنا صحيح مظلومين، رفع كتاب هسه قال خصصوا لهم من 500 من 29 ألف درجة وظيفية، لأن هذول مظلومين، لو تطلع لي الابتدائية وتحط لي الخريجين، إحنا 500 خريج، صارنا 9 أشهر معتصمين، 9 أشهر إحنا تصعيد، صارنا 8 أيام نايمين هنا، ما حد ما يسمعنا، كلها هاملتنا، قاعدة جوا مرتاحة على التبريد، ما يفكر بالناس الفقراء، تعبت عمي تعبت هذول، هذول طاقة شبابية لهم مرحلة تخلص. بعدين راح تسبب مشاكل، هم اللي يردون مشاكل، هم يدسون من دسين ويانا على مود يشكلون المشاكل على مود يضيع حقنا. فلنطلب من رئيس الوزراء، من مكتب رئيس الوزراء، من وزارة الدفاع، من رئيس لجنة الأمن والدفاع أن يحل قضيتنا، احنا يحل قضيتنا، احنا كنا محافظات، كنا من الشمال للجنوب زي من الشمال، كلنا محافظات نايمين هنا، هذني بناتكم شوفن، بناتكم عرضكم هذا عرضتم تقبلون بالشارع هيك نايم وقاعد على الرصيف، والله نسوانهم مو هيك، والله نسوانهم مدللات وكل المتعايلات بارقى مكان، هذني بنات الفقراء وهذا ولد الفقراء، احنا وايتين هنا لحد ما نستلم الامر الاداري مالتنا، ما نرجع الا اوامرنا بدينا، طلعنا من البيت هنا نايمين لو نموت لو نستلم امرنا الاداري، هذا المطلب، هذا حقنا، نريد نخدم وطننا، عمي كافي ملينا تعبنا نريد نخدم وطننا، زين احنا كنا خريجين 2004 2010 2007 كلهم قاعدين على الطاله بطاله، صارت بس للاحزاب فقط، الاحزاب هي اللي تشكل، احزاب هذا امن الوطني، جماعه فالح الفياض، المخابرات، ما ادري من النواب الا ترشيح، زين الفقراء وين يروحون؟ وين يروحون؟ فهموني وين يروحون؟ انا اريد اعرف هذول الفقراء وين يروحون؟ من لهم؟ لا احزاب، لا الا تجي تنتخبني شكل بحزب الا عينك، زين احنا شلون مثلا؟ احنا 500 خريج من كافه الاختصاصات، من 2019 شهر العاشر فتحت تعيينات يم رئاسه الوزراء بالعلاوي ورحنا سجلنا اسمائنا، طلعونا من رئاسه الوزراء سجلوا اسمائنا تقريبا كنا بال 5000 واحد، طلعت قالوا روحوا بعد راجعوا بمطار المثنى تطلع الاسماء، نروح المطار المثنى تطلع وجبات اسماء، احنا طلعنا من اللي كنا متظاهرين 1000 واحد، باقي ال 4000 لا شايفيهم ولا نعرفهم، مو من عندنا، اجوا طلعت اسماء مطار المثنى لا نعرفهم ولا يعرفونا، اصلا مو خريجين ابتدائيه ومتوسطه وخلص، احنا اسماءنا وين راحت؟ يقولون ما ارجعوا تظاهروا، ما نعرف اسماءكم وين. رجعنا وقابلنا، قابلنا بوزارة الدفاع امين السر وقابلنا السيد الزرفي وكوما، قابلونا كان الجواب او الرد نسال ونرد لكم خبر وماكو، هاي احنا صار لنا 9 اشهر بالشارع، باعوا بنات اكثرنا احنا بنات خريجات بالشارع بالحرب كورونا برمضان، احنا نفس القعده مالتنا وما حد يطلع لنا، كل شيء ما رايدين بس التعيين، نضمن حياه كريمه لنا، احنا ليش لما ما لنا حق بالتعيين ليش خليتونا نقرا ونتعب وهلنا يتعبون، وهاي مصاريف 4 سنين، تدري الهندسه شلون تكمل؟ تعرف شلون تكمل؟ تعرف ايش ضحينا؟ يلا كملنا دراستنا واخذنا الشهاده وتالي احنا بالشارع. هذه الاعتصامات هي ممثله بعقود واجور وزاره الكهرباء اللي هم تعينوا ضمن قرار 315، بعد تقريبا 9 اشهر او 10 اشهر ما شفنا تضمين لنا بالموازنه، ما شفنا انصاف بالحقوق، فهذه العالم نفذ صبرها، اليوم طلعت امام باب مجلس الوزراء اللي هو هم يعتقدون اليوم قبل الشعب، فنطالبهم ان ينصفونا بحقوقنا، طلعنا ضمن قانون ووفق قانون اللي تعيننا به. احنا اليوم توصلنا الحل خيمه الاعتصام انه حتى اذا تم تاجيل بتسليم الرواتب، لكن نريد تحويلنا من استثماريه الى عقود تشغيليه. اليوم اذا طلع لنا كتاب رسمي متحولين من عقود استثماريه العقود التشغيليه، احنا عادي خلي يتاخر الراتب، هذا اكثر حلول العقود والاجور بوزاره الكهرباء. احنا كمعتصم
منظمين يعني اليوم احنا ما عندنا قوه او نهدد الدوله، اليوم الدوله قبل الشعب وريد تنصف هذا الشعب، احنا باقين كابنائهم يشوفونا بهذه الحاله، بس يبقى الشباب اذا انا صبرها نفذ ما حاليا نقدر نسيطر عليهم، اذا ما قدرنا نسيطر عليهم اليوم الصبح هم دفعوا الشرك صار مدافع بينهم وبين الشغب قوه جاي تلزم هذا الشيء، لان هو صبر شويه شويه، اليوم الصبر الى حدود من عقود استثماريه الى عقود تشغيليه، هذه مطالبنا، ونتمنى من عندكم ان تنصفون ابنائكم هاي الشريحه المظلومه، الشباب اللي بيها اكثريتها خريجين، بين الخريج وبين الحرفي وبين الفني، نطالبكم بالانصاف، هاي مطالبنا لوزاره الكهرباء والرئيس الوزراء. شكرا لك. اولا شكرا لحضوركم الكريم، اولا صار لنا من الاثنين المضي واليوم احد، يعني الشباب بهم الخير والبركه جاي يحضرون وعلى مود قرارات وزاره الكهرباء ورئاسه مجلس الوزراء، يعني اليوم احنا هيئه الراي اللي قعدت بوزاره الكهرباء انه سوت نصف الراتب، يعني بكالوريوس من 600 متعاقد انا وياه الى 296، يعني وين الانصاف وين العداله؟ يعني 296 اذا كراوي واكل وشرب يذبل بالمئة 150 150 الف، يعني شنو بتقاطع الرواد يطلعها باليوم، فشنو الظلم هذا اللي احنا علينا؟ اضافه العقل شريطه المتعاقدين، احنا تعاقدنا وياكم مو انه ماكو مجانا، مثل المحاضرين اخواننا قالوا لهم ماكو رواتب، تحاضر ببلاش، وصار سنه وسنتين هسه قالوا نريد رواتب، احنا لا عقد، والعقد انه بيسد راتب وسلم رواتبي وباجازات وبعلاوه، اضافه انت ورا ست اشهر خمس اشهر تغير القانون، هذا انت بيك الخلل مو بي اني، مو اني، مخالفه قانونيه انت تتحملها، يعني اليوم احنا دا نرفع دعوه قضائيه على وزاره الكهرباء نكسبها، لان انت خليت بالعقد، اضافه انت ورا ست اشهر تجي تستقطع من عند راتب، لحد الان رواتب ماكو، وبعض المدراء يعني يطالبون بالدوام ويحاسب ويقول لك تجي وما ادري شنو وارفع بكتاب اذا ما تداوم، زين مثل ما انت تريد دوام وفر لي اموال، انا جاي اجيك مثلا اكو بيهم من غير مكان يداوم، هم جاي يجي كراوي واكل وشرب، هم وفر لي، هم قول هذا اخوي عمي اقعد، اكو بيهم لا والله قال لهم اقعدوا لان رواتب ماكو، حرام علينا نقول لكم تعالوا، يعني الموظفين قاعدين بالبيت، الموظفين قاعدين بالبيت وبالعقد وبالاجر يداوم يوميا، احنا نطالب الاجور وقراء المقاييس تتحول عقود، والعقود من استثماريه الى تشغيليه، والكل تثبت عقد يصير، ما اريد سوى اختلاف بين هذا وبين هذا، والله هذا من محافظه بغداد هذا من واسط، والله يعني احنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطي الاجر اجره قبل ان يجف عرقه، فاحنا جفت كل شيء بينا، فانتم يعني حتى يعني ما ندري ايش نسوي، والله احنا اليوم الشباب ببغداد يقولون ان شاء الله منا لثلاث ايام اربعه اذا ماكو كلها تجي بعد، فنطالب ان الحضور تجي ويا اخوانك، اذا انت قاعد على الفي وتريد راتب وتريد تثبيت ما يصير، فاحنا هسه جاي نطالب بالكل، اذا شفنا الوضعيه ماكو نطالب فقط باللي حاضرين ونصعد الموضوع ونطب الكاظم، نطب الكاظم ونقول له سياده رئيس الوزراء انه احنا ذولا 50 500 100 من بغداد، احنا باوج الحاجه للراتب، يعني تدري احنا هسه مطلوبين على الراتب اذا ينطيك اياه باثر رجعه مال ست اشهر، همين من وفد دياني، همين احنا قسمنا خير انه تعيننا، انطيني على الراتب، انطيني على الراتب وكل شيء ماكو. حضرت اليوم نيابه عن الاتحاد العام لنقابات العمال بالعراق للتضامن مع هذه الشريحه المظلومه، ولا الا هي شريحه العمال عقود وزاره الكهرباء اللي عددهم تجاوز 90 الف عقد في وزاره الكهرباء. عيون هؤلاء خلال في 2019 في استجابة لمطالب المتظاهرين، هؤلاء أخواننا أولادنا تعينوا في وزارة الكهرباء عددهم 90 ألف، أصدرت وزارة الكهرباء قرار هيئة الرأي المخالف للقانون والدستور العراقي بتخفيض رواتبهم إلى دون الحد الأدنى، وهي مخالفة لقرار 315. إحنا باسم الاتحاد العام لنقابات العمال بالعراق نطالب تطبيق قرار 315 فورا الى جميع عقود وكافة الوزارات اولا، ثانيا نقض او الغاء قرار هيئة الرأي المخالف للقانون، توفير الرواتب لهذه الشريحة اللي هم خمسة أشهر لم يستلموا راتب، وهي مخالفة لقانون العمل 37/2015 المادة 53، حيث تذكر ما نصه أنه على صاحب العمل أو على الوزارة أن تصرف أن تدفع الأجور الرواتب إلى العمال خلال نهاية الشهر على أن لا تتأخر خمسة أيام. إحنا نلاحظ أنه وزارة الكهرباء عندها مخالفات قانونية
وعليه احنا في الاتحاد العام اخذنا على عاتقنا رفع دعوة قضائية ضد وزير الكهرباء وضد قرارات المجحفة لقرارات هيئة الري في حالة عدم الاستجابة لمطالب اخواننا اولادنا عقود الكهرباء اللي عددهم 90,000. انا اوجه ندائي للنواب، اوجه ندائي للسيد رئيس الوزراء الكاظمي، ما دام احنا اليوم في اصلاحات حسب الدستور العراقي انه توفير الفرصه العمل الملائمه لحفظ كرامه الانسان العراقي وفق الدستور العراقي الماده 22، هؤلاء اولادنا حصلوا على هذه الفرصه ويجب دفع مستحقاتهم وتضمين رواتبهم في موازنه 2020. اما انه المخالفات القانونيه لوزاره الكهرباء فهذا بحث اخر، سوف نلجا الى محكمه العمل، وفي حاله عدم الاستجابه سوف نستعمل الاضراب المذكور وفق قانون العمل المادة 42. عبد الرحيم الفريجي، رئيس نقابة العمال في الاتحاد العام نقابات العمال في العراق. بداية تحية لكم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الحلو. احنا صراحة من سنة 2019 قدمنا على الدفاع بصفة مدني على وزارة الدفاع، بدأت تطلع القوائم والقوائم ما بيها اسمانة، من نروح نراجع مطار مثنى،
نشوف أشخاص مو ويانا بالاعتصام، ظلينا نطالب بحقنا وظلينا نعتصم على أمل أنه تطلع أسامينا ضمن الوجبات اللي تطلع على وزارة الدفاع بصفة مدني. رجعنا رأس الوزراء قالوا إحنا قدمنا الأسامي وأنتوا روحوا احتاروا بيها، نروح لوزارة الدفاع يقولون إحنا ما لنا علاقة، روح شوف رأس الوزراء. وإحنا أحسب أنت من شهر 9/2019 لحد الآن إحنا نطالب بالأسماء اللي انسرقت من عندنا، لأن إحنا أولى بالتعيين. عينهم طبعاً بالمناسبة صارت التعيينات من ضمنها طبعاً بمبالغ ومن ضمنها شهادات طلعت ابتدائية. وبالمناسبة هو التعيين المدني أصلاً ما يصير من قبل أي شهادة ابتدائية، لأنه المدني هو إداري قانوني هندسي حاسبات إدارة كافة الاختصاصات. فإحنا من كافة محافظات العراق بقينا من العدد 4000 بقينا بس 500، ونطالب بحقنا 500 درجة هي مسروقة من عندنا، ونطالب بحقنا صار لنا أشهر بالشارع، المطالب نطالب رئيس الوزراء بالإسراء بيطلعون أسامينا على وزارة الدفاع، لأنه حتى المرض بدأ يأكل بينا، إحنا أسامينا انسرقت. ورئيس الوزراء هو رئيس الوزراء الكاظمي أول ما التقى بالناس والفضائيات وبالإعلام قال أنا جاي الإصلاح مكافحة الفساد، وقال أنا خادم لهذا البلد، فأنت إذا خادم أوفي بوعودك للناس. الدبات بالشارع صار من 9 أيام، شباب وبنات من كافة محافظات العراق رجاء خلصونا من المرض، المرض بدأ يأكل بينا وعندنا إصابات مع الأسف هذه المماطل والتسويف، وإحنا ما طالعين إلا تلبون المطالب. والله هي إحنا ما لنا حل غير المبيت بالشارع، إحنا ما نريد نصعد الوتيرة على الحكومة، لنانا مكافحة الشغب وحفظ القانون هم بالأخير جايين لخدمة البلد، بالمقابل إحنا هنا سلميين نطالب بحقنا، فإذا يبدر من عندنا صوت عالي هتاف عالي فهذا هو تصعيد طبيعي، لأنه الطلاب واللي خريجين صاروا لهم سنين قلوبهم محروقة، فرجاء تقبلوا من عندنا أي كلام يبدر. هو أنتم مو خاص الكلام لكم، الكلام خاص لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع حصرا يعني. طيب في سؤال أخير، قابلتوا جهات معنية؟ شنو كان الرد مقابلتهم؟ شنو الوعود اللي وعود فقط وعود، وانتظروا على الموازنة وعلى الحكومة وجيب الكتاب وودي الكتاب، وإحنا لحد الآن إحنا رح ننتظر، هسا رح نطيهم مهلة، ماكو أي كتاب أو أي مقابلة، راح نظل بايتين بالشارع وخطيتنا بركبتكم. هاي 500 طالب اللي هو إحنا 500 عائلة كنا عندنا عوائل ينتظرونا بالبيت، اللي عنده أطفال، اللي عنده مرأة، اللي عنده أب، بدأ يشوفون هذا وضعنا بالشمس، العالم حرام هيك تأكل، المرض بدأ يأكل بينا، فانقذونا رجاء خلصونا من هذا الموضوع. شكرا جزيلا. عفوا صديقي، بداية تحدثنا عن هذه الوقفة وهذه الزيارة. حبيبي إحنا هاي وقفتنا من شهر 9/2019، قدمنا ملفاتنا واسمانا وقوائم اسمانا الى مكتب رئيس الوزراء بحزمة الاصلاحات، اللي احنا كنا معتصمين ومتظاهرين، كل احنا اصحاب شهادات بكالوريوس ماجستير ودكتوراه كافة الاختصاصات موجودة ويانا. قدمنا الملفات اليوم باكر، اليوم باكر وجبة 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 وجبة، خلصت الوجبات وماكو، روح على مطار مثنى، رحنا على مطار مثنى ماكو وجبات طلعت لنا. يابا وين الاسماء؟ والله اسماءكم رفعناها لمكتب رئيس الوزراء، مكتب رئيس الوزراء وين الاسماء؟ والله وديناها للدفاع، دفاع وين الاسماء؟ والله ما جتنا لمكتب رئيس الوزراء. واحد يدفع على الثاني، شلة حرامية واحد يدفع على الثاني، رد نعرف راسنا من رجلينا ما نعرفه. شباب جاي من جميع المحافظات بايتين صانا هنا 8 أيام اعتصام مفتوح، ما نروح إذا ما ناخذ أوامرنا الإدارية بدينا. بناتنا كل الموجودات، أنتم غير يقبلون على البنات هاي هيك هنا؟ شباب إحنا كلنا محافظات، كلنا مدين كروتة وجاي، يقبل هو هيك على ابنه؟ يقبل هيك على عرضه قاعد بنص الشارع؟ ليش يعني؟ خريج 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 شقل له بعد شقل له بعد يعني يجيب له بالابتدائي والمتوسط عينه قاعد، انا اعرفهم ناس حق المعرفه قاعدين حاليا كلهم صادر وارد طابعه ابتدائيه، يقول الحرفيين وين الحرفيين بالموضوع؟ شكلت لجنه من رئاسه الامن، لجنه الامن والدفاع، ويا بايكم حق وانتم مظلومين، صحيح اسماكم انسرقت وينها؟ القلنا حل؟ والله رفعنا الرئيس الوزراء كتاب ان شاء الله اليوم يوصله، هذا اليوم من ديك الثلاثه راحت، نموت هنا وذمه برقبته، نموت هنا واحنا برقبته، احنا جايين هنا لو ناخذ حقنا لو نموت، وانا ما جاي لا قاتله ولا بسلاح، جايه بهدومي بهدومي وبغيرتي وبشهادتي لازمها بيدي، اللي هو دايس عليها هسه حاليا بالقنادر حش السامع. بهاي مماطلته وياي، بهذا تسويفه، بهاي سرقته للدرجات، هو جاي يدوس علي وعلى شهادتي، لا مو هو ولا الاكبر منه يدوس لا علي ولا على شهادتي. انا خريج وواعي وجاي اوصل له صوتي بكل سلميه، لو يسمعني بالسلميه لو يسمعني بالقوه. والله هذه الوقفه هنا احنا جايين امهات واباء ويا ابنائنا.
نساندهم حتى استرداد حقوقهم، لأن هم دول 500 رفعوها للدفاع والدفاع عينت غيرهم، بالرغم هم كان هم أولى بها ومن حقهم هذا، يعني مو بعيدة على الحكومة. شنو 500 درجة إذا عطتها؟ خلي يطلعون بدال متقاعدين طلعوهم 260 ألف واحد، يعني الدفاع ما طلعت لنا 30-40 ألف واحد، ما تقدر تعين ذوله؟ الله ما يقبل. شنو ذنبهم ذول الشباب كلهم بهالشمس بهالأوضاع المزينة الكورونا متحملين هذا العبد؟ نشوفهم احنا، والله أنا قمت أبكي عليهم، الله شاهد قمت أبكي عليهم. وين أكو هيك دولة الطالب يتعين 3 سنين و4 و10 سنين يكمل وما يتعين؟ ماكو هيك شيء، ماكو هيك دولة. قبل كنا احنا من كنا شهر السادس ناخذ الشهادة، بالتاسع احنا طلعنا التعيين، الله ما يقبل. طيب قابلوا جهات معنية؟ شنو كان الرد؟ شنو كانت الوعود من قابلوها؟ والله احنا دا نسمع هم مقابلين جهات معنية ودا يعدوهم، بس يا ترى هذا الوعد مالهم حقيقة لو بس مجرد تخدير أعصابهم للشباب؟ هم الله ما يقبل يخدعوهم. ليش طالبيهم؟ اكو واحد من البرلمانيين ومن اعضاء الحكومة ابنه هنا؟ ليش؟ كلهم متعينين، كلهم متعينين، ما شفت واحد عضو مجلس محافظة أبوه أو أمه أو أحد قرايبه هنا موجود وياهم، كلهم أهلهم كسبة فقرة وصلوهم دا يصيرون يتهنون بيهم، الدور خلوهم بالشارع. الله يقبل، الله ما يقبل هيجي. صحيح يعني إحنا عندنا فساد وسياسات خاطئة، بس هم يعني حالنا حال الدول، هسه يعني الدول ما بيها فساد ما بيها سياسات خاطئة، بس عينها على شعبها. يلا هسه 50 لهم 50% لهم 50% للشعب، هم الشباب او الشباب مصرين الى ان يستردون حقهم، يبقون يومية يباتون وظهر وليل وكل وقت، حتى اذا ما طلع عليهم رئيس الوزراء فهو دا يشوفهم، هو دا يشوفهم عنده اعلام وعنده هاي الكاميرات تنقل له داخل المكتبه، يشوفهم بعينه. يعني هم الله ما يقبل اقل بعين العطف الابوي يقوم عليهم يرد لهم كلمه ينطيهم وعد حتى يرتاحون. شنو ذنبهم دولة؟ كورونا وقسم بيهم تيفويد من الشمس، الله يرضى. هذا الولد خرف فد مره صار، ليش هيجي؟ احنا مو عراقيين؟ مو عراقيين؟ مو هذا حقنا؟ الرفحاويين كل شيء ما سووا قلبوا الدنيا وقراتبهم كل واحد كومه، لا خادم له لا ابد، وكان هو بمخيم قاعد ومرتاح، انطوهم حقهم. ليش هذول تعبوا واحنا تعبنا عليهم ما حد يعطيهم حقهم؟ احنا مجموعة من الشباب الخريجين معتصمين منذ شهر التاسع بال 2019، احنا من 2019 شهر التاسع احنا بالشارع، طلعت اسماء، تقدمنا على وزارة الدفاع بصفة مدني، طلعت وجبات، ظلينا نراجع، ما خلينا يوميا نروح للمطار، الاسماء كلها طلعت واحنا اسماءنا ماكو، احنا اسماءنا سرقت. احنا يعني احنا هسه يجينا الكاظم يشوفنا، لان هواي طلعونا يا اللي يجي يعطينا وعود ويالف وعود ويروح الله وياه. زين احنا شنو مصيرنا هسه لو اجى واحد مصاب؟ احنا شنو ذنبنا؟ عوائلنا شنو ذنبها؟ اطفال عندنا عوائل، عندنا امهات كبار بالبيوت. والله ما اخاف على نفسي، والله العظيم ما اخاف على نفسي، خل اموت. انا عندي ام وعندي جهال، شنو ذنبهم هذا؟ اذا واحد منهم مصاب مستشفيات ما تستقبلهم، وين اروح؟ احنا ما نريد غير بس الكاظم يطلع لنا، لان احنا رحنا كلها تقول قضيتكم يم الكاظمين. يعني هو عاجبه وضعنا هسه؟ عاجبه وضعنا احنا بنات بالشارع نبقى لحد ما يروح يخلص الحظر؟ احنا كليتنا محافظات وكليتنا بنات وبيهن حوامل وبيهن تعبانات، احنا نريد حل. احنا ما نريد، احنا هذا حق مشروع، حق مشروع، احنا يعني هو غصبا عليهم يوفروا لنا اياه. اسماءنا انسرقت، يرجعوا لنا. هم اصلا عندهم درجات يعني شاغره، ذاك اليوم صرحوا عندهم درجات شاغره، خلي عينونا ويخلصوا من هالذين. قابلنا، شنو كان الكلام؟ قابلنا اخر شيء يوم الاربعاء قبل الحظر، احنا كان عندنا لقاء ويا السيد عدنان الزرفي ووعدنا خير وقال تجون الاحد انا دخلكم للكاظمي. يلا هذا الاحد راح يصير الساعه بالثنتين وراح ينتهي الدوام. زين هذا رئيس لجنه الامن والدفاع
همينا وعدنا وقال انتم يمي وانتم ولدي، زين اذا احنا ولدك الى متى نبقى بالشارع؟ الى متى احنا نبقى بالشارع؟ تعبنا والله العظيم تعبنا، نشوف العنده غيره يطلع يشوفنا، العنده غيره مع الاسف العراقي غيرته راحت، ما اعرف يعني مو الكل، البعض اللي هم نايمين بالخضراء. جاي اليوم ثلاث ارباع هاي العوائل الجايه اليوم ولدها ابرياء وعندنا دليل، نعطيه دليل، اي واحد يجي يريد حاجتنا نعطيه دليل. سري دعاوي كيديه، دعاوي كيديه ثلاث ارباعهم. اوكي يعني هسه عندك انت ابو سيف هنا ابني يبيع ويشتري بالسياره. ونفس الدعوه طلعوا فراج الحكومه الحاضر الشدات واكو عنده وكلاء جوا ايده في وباء، نظروا لهاي السجناء بنظرة الأبوة بنظرة العفو بالإنسان. يعني نفس دعوة أخوي. هاي الوقفة على مود العفو العام على السجناء، ولدنا جوا زين مظلومين، لا قتل عندهم لا سرقات عندهم، والله العظيم تهم كيدية زين، ويطببوا المكافحة يريدون عندهم 50,000 زين، والقضاء لا قاعد يستاهلون، وقالوا كفاله يطلعون، حتى كفاله ماكو، القضاة كلهم باطلين زين وكذابين وما من سهير الحمداني وحتى هذا قضاء ماكو كفالات، احنا قدمنا قالوا كفالات، احنا قدمنا غفض 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 ويوميه طلب، والقاضي داوم بالسبوع يوم واحد زين، وهاي جايبيه احنا من ذاك اليوم الى اليوم حضر زين، ولدنا جوا مرضى امراض مزمنه بيهم، مرض كورونا، هم امراض عندهم مزمنه هسه طبت السجن، والله زين امراض مزمنه، ناس فوق ناس، مذبحه لا اكل، الضغط والخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا من خيمة عوائل السجناء امهات السجناء والمغيبين، ناشد الدولة العراقية، الناشد برهم صالح، الناشد رئيس الجمهورية، يطلع عفو عام عن السجناء، عن السجناء الابرياء اللي ملطخ ايديهم بدماء العراقيين، ما ملطخ ايديهم بدماء العراقيين، لان المرض طب للسجون العراقية، طب لاكتوبر، طب للتاجي، طب للعدالة، طب للناصرية، طب للبصرة، يعني كل السجون العراقية صارت سيئة، وثلاث ارباع هاي العوائل الجاية اليوم، ولدها ابرياء، وعندنا دليل، نعطيه دليل، اي واحد يجي يريد حاجتنا نعطيه دليل بان ولدنا ابرياء، ما لا قاتل لا بايك لا سالم، مخبر سري، دعاوي كيديه ثلاث ارباعهم. اوكي يعني هسه عندك انت ابو سيف هنا ابني يبيع ويشتري بالسيارات، فروا له وحده ذبوا اربع عراب، ابن ابو احمد مصارع اول على العراق، هذا بطل العراق، اول على العراق والله بطل، الذب اربع عراب، شنو اربع عراب؟ لو هاي المره بكربله، لو دعاوي كيديه كلها، الضابط روح له يقول لك اعطيني شده، تروح لهذا اعطيني شدتين، تروح لهذا اعطيني ثلاث شدات، خوش يعني كاف ظلم عمي، كاف ظلم بالإنسانية بالإسلام، ولدنا أبرياء وعندنا تنازل وطينا دية عشائرية، أول ما قال المشتكي أنا ابنك شفته وشخصته، بعدين قال ابنك ما شفته شهد عليه فلان، قلت له عمي ليش ظلمته؟ قال بعد أنا ايش مدريني وموجودة عليه شهود، نفس الدعوة طلعوا فراج نفس الدعوة طلعوا فراج، وأنا شهود وفراج طلعوا وطلعوهم بفلوس، أو 15 شدة، زين أنا منين أجيب شدات؟ 15 شدة طلعوا الحكومة، القاضي للشدات واكو عنده وكلاء جوا ايده، تعطينا 10 شدات، قال لي تعطينا، اول مره قال تعطينا 10 شدات، واحد ما اعرفه والله، قلت له عمي شلون اطيق؟ واذا راح قال له تطلب قدام خمسه والباقي من النجاح، قلت له والخمسه ذا؟ قال يرحل الخمسه اذا ما طلع ابنك، قلت له عمي انا ما عندي شدات، يعني هيك المصيبه، يعني حكومه ودوله هي هاي، يعني احنا ناشدتهم بالانسانيه، انهاشتهم بعطفهم على الناس الفقراء، واحنا اخوتهم، واحنا اسلام، ما نطالب بالقتل، ما نطالب احنا بالقاتل، القاتل ما نطالب بيه، بس اللي عنده تنازل ولايده متلطخه بالدماء وهاي لافتاتنا احنا جايين على الله وعلى الحكومه. انا عبن واحد ندس على ابني
انقلب بسيارته 4 دقلات ومات. حوبته وليدي والقاضي او القاضي راسا صارت بمرض خبيث وقتل. يعني ايوه والله هذا باطل. سي الحمداني قالوا لي اجل الدعوه، قالوا لي اجل الدعوه على ابني، قالوا لا ما اجل الدعواني. وهذا ظلم ابني. ما يصير يا عمي، هل هالله بالمروه يا حكومتنا؟ انا مشاهده والكبار والمشاهده طلعوا لي وليدي. الله ان شاء الله، ان شاء الله حجيه، ان شاء الله. والكم حسبي الله ونعم الوكيل. والكم طلعوا لي وليدي. حسبي الله ونعم الوكيل. والكم باجر اموت من يدفنوني، تقبلوني دفنون البلديه. ولك تقبلوني دفنون البلديه. الله والله بريء ابني، والله بريء ابني. اولادات والكم، والكم ما عندكم. اروح للعماره وتلطلط لي السياره. والكم ما خليت لا بيته ما بعته، لا سياراته ما بعته. ليش هيك تسوون بي؟ وانا بس هذا، وانا مش شهداء، انا مش شهداء. طلع الصوره. انا اريد، انا اريد اولادي. احنا ناشد هاي الجهات المسؤوله عن السجون العراقيه اول شيء تباوع على فيروس كورونا المنتشر، الوباء هذا اللي ياكل بالعالم اكل. طبعا الكل يعرف سجون، وضع السجون العراقيه شنو، ويعرف وضع السجون ايش قد تعبان، لا بيها خدمات، لا بيها معقمات، لا بيها تعفير. بعيدا عن ذلك هناك ناس اكو طبت ظلم، بعيدا عن ذلك اكو ناس كبار السن، اكو رياجيل كبار، اكو اطفال شباب، اكو ناس عندها امراض مزمنه. احنا عندنا معتقلين صار شهر نريد نفوت لهم علاج، مواجهه ماكو، حانوت ما يفوتوا لهم فلوس، واذا فوتوا لهم الحانوت مالتهم كل شيء ما بي، اندومي وبسكت شمال يبيعوا لهم اياه ب 10,000 و15,000. بعيدا عن كل هاي الامور نطالب مجلس البرلمان ورئاسة الوزراء الالتفات والنظر الى هاي العوائل والناس التعبانه تحت ظرف هذا الوباء اللي اجانا طارئ، ونطالب بالنظر الى اولا انه يكون اكو كفاله. اللي ما عنده مدعي، واللي ما عنده حق، اللي ما عنده مشتكي او متنازل عليه يطلعها بشرط يحق، يعني يكون فلوس 2 موظفين، كفاله بدال عقار، كفاله بدال مبلغ مالي، كفاله. نجي احنا ما يراد له شيء. صح، هو البرلمان عنده هوايه مشاغل وهاي الامور تتطلب وقت، والحكومه والدوله والقانون نفسهم طويل، بس اكو امور مضطرين عليها. اليوم الفيروس يفوت، اذا فات لهذا المكان راح يسوي كوارث، راح يخلي هاي الشعب كله ينتفض على الحكومه، راح تروح ناس هوايه. فاحنا شن طالب؟ نقول اللي يجون على اول شيء ما عنده قتل، ما عنده حق، ما عنده يعني مشتكي، واللي مشي ملغ العفو مال 2016، واذا عنده مشتكي يعيدون محاكمته.